لمزيد من المعلومات حول هذه الانتخابات الرئاسية من موسكو ينضم إلي الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين أهلا بك في هذه الجولة. هذا هو اليوم الثاني بالأمس وانتهى اليوم الأول بمشاركة قرابة 25% حتى هذا الصباح. هناك أكثر من 11% إضافية ربما ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. كيف يبدو اليوم الانتخابي الثاني ونحن في قرابة منتصف هذا اليوم؟ نعم همام، دعني أبدأ من آخر تحديث للجنة الانتخابات الروسية، حيث أعلنت اللجنة منذ قليل عن أن نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى هذه اللحظة وصل إلى 40% على مختلف المدن الروسية. أيضا نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر التطبيقات الإلكترونية تجاوز 80% حسب آخر تحديث للجنة الانتخابات الروسية. بالفعل همام، يوم أمس شهدت مراكز الاقتراع عدة أعمال تخريبية داخلها، وكان أبرزها في العاصمة موسكو حيث تم إلقاء القبض على أكثر من امرأة حاولت طلي صناديق الاقتراع بالألوان الأخضر أو بالحبر. أيضا اليوم ومنذ قليل أيضا للمرة الأولى تم إلقاء القبض على امرأة في جمهورية ألتاي كانت تعمل على طلي صندوق الاقتراع باللون الأخضر. وأيضا في مدينة يكاترينبورغ أيضا تم إلقاء القبض على امرأة كانت تحاول إدخال الحبر إلى داخل مركز الاقتراع. حتى هذه اللحظة فقط تم تسجيل حالتين من الأعمال التخريبية التي تحدث منذ بدء الانتخابات الرئاسية الروسية. وأيضا الجميع يترقب الساعات المقبلة وما ستحمله هذه الساعات من مشاركة للناخبين الروس في الانتخابات الرئاسية. لكن دعني أنوه أيضا إلى نقطة بأن أحد الشركات التي تعنى بالشأن العام والتي أيضا تقوم بإجراء دراسات على مدار الأسابيع الماضية أعلنت منذ قليل عن أن نسبة مشاركة الروس يوم أمس في الانتخابات الرئاسية فاقت توقعاتها، وأن هذه النسبة لم تحدث منذ فترة وتحديدا منذ العام 2004. وهنا هذا التاريخ وهذا العام أي 2004 كان أيضا تاريخ يشبه المرحلة التي تعيشها روسيا حاليا. في ذلك الوقت كانت روسيا في حالة اشتباكات ومواجهات مع إرهاب كما تصف الإدارة الروسية تحديدا في الشيشان وفي جمهورية داغستان. أيضا كانت هناك نسبة كبيرة للمشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية. اليوم المشهد هو نفسه همام، الآن روسيا تعيش حالة صراع مع الغرب، تعيش حالة صراع ومعركة عسكرية خاصة مع القوات الأوكرانية. لذلك هذه الانتخابات تعتبر حسب رأي الخبراء هي مفصلية بالنسبة للجانب الروسي، حيث أن موسكو الآن تعيش حالة الصراع وظل العملية العسكرية يطغى على هذه الانتخابات حسب ما يؤكد الخبراء في الداخل الروسي. وبالتالي ما دلالة هذا الإقبال الذي يوصف بأنه كثيف وهو المرة الأولى قبل أو منذ 20 عاما منذ انتخابات عام 2004 أن تصل هذه الكثافة إلى هذه النسبة؟ ما دلالة هذا في بين النخبويين الروسيين وبين حتى المؤسسات الروسية المختلفة؟ همام، يمكن ربط العام 2004 والعام الحالي 2024 بالمشهد نفسه بأن القيادة الروسية وتحديدا بإدارة ورئاسة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في مواجهة الإرهاب إن كانت داخليا وإن كانت خارجيا، فالإدارة الروسية تؤكد على أن الوجود النازي في الأراضي الأوكرانية بحد ذاته هو تهديد لروسيا، وهو أيضا يهدد الأمن الفيدرالي الروسي ويؤدي إلى تفكيك روسيا في حال لم يتم اجتزاز النازية من أوكرانيا. أيضا في العام 2004 كانت التصريحات الروسية البيانات الروسية مشابهة للوقت الحالي. لذلك الإقبال الكثيف للمواطنين الروس ربطه الخبراء بما حصل في العام 2004. وأيضا في رسائل سابقة همام ذكرت بأنه نقلا عن الخبراء والمراقبين للعملية الانتخابية، حيث يعتقد أغلب الخبراء بأن هذه الانتخابات ليست بحد ذاتها هي عملية انتخابات، إنما هي عملية استفتاء للرئيس فلاديمير بوتين، أي أن المواطنين اليوم يروا بأن الرئيس بوتين هو الأكثر قدرة على حماية
روسيا في ظل العملية العسكرية، وأيضا في ظل المواجهة مع الغرب، وخصوصا بأن الغرب فرض عقوبات فاقت التوقعات وأيضا شملت جميع أطياف المجتمع الروسي. هذه العقوبات، وكما أيضا ذكرت في رسائل سابقة، كانت إيجابية على القيادة الروسية أكثر مما هي على الدول الغربية، لأن هذه العقوبات كانت من أكثر العوامل التي دفعت المواطن الروسي إلى رؤية وإلى التفكير جدا بهذه الانتخابات. والإقبال الكثيف للمواطنين الروس على صناديق الاقتراع يمكن ترجمته بأن السبب الرئيسي له هو حالة الصراع مع الدول الغربية والقدرة لبوتين على حماية البلاد من الاعتداءات ومن الهجمات التي دائما المواطن الروسي يشعر فيها، ويشعر بأن بلاده في حالة تهديد جدي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الدول الغربية. كما قال الزميل حسين، فإن حتى هذه اللحظة 40% من إجمالي الناخبين صوتوا وشاركوا في هذه الانتخابات، يعني قرابة 45 مليون مواطن روسي شارك بالفعل في هذه الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق الذهاب إلى صناديق الاقتراع كتلك اللجنة التي يقف فيها الزميل حسين، أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة. 45 مليون ناخب هو رقم كبير بكل حال. على أي حال، شكرا جزيلا لك الزميل حسين مشيك، مراسل القارة الإخبارية، كنت معنا من موسكو.